بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في إضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى العيد بغير منبر. إلى المصلى. إلى المصلى، أي مصلى العيد، بغير منبر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالناس، ثم قام واستقبلهم بوجهه وهو واقف، فوعظهم وذكرهم وأمرهم، وأن الأمر استمر على ذلك حتى كان عهد، حتى كان في زمن عبد الملك بن مروان، أو قبل في زمن عبد الملك بن مروان أو قبله، فكان الأمير على المدينة مروان بن الحكم، فكان على إمارة المدينة مروان بن الحكم، فخرج ومعه أبو سعيد. ولما وصل وقد وضع منبر هناك، وبناه كثير من الصلت، أو عمله كثير من الصلت، ثم إنه أراد أن يصعد إليه ليخطب قبل الصلاة، فمسكه أبو سعيد وجبذه، يعني يريد أن يصلي كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمر وصعد وخطب الناس، ثم إنه صلى. وقال بعد ذلك له أبو سعيد، خاطبه أبو سعيد وقال: إن قال إيش؟ فقلت له: غيرتم والله. قلت له: غيرتم والله، يعني تقدمون الخطبة على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى ثم خطب. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. ذهب ما تعلم، يعني أن الذي تعلمه هو تقديم الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة، يعني قد ذهب، وأننا رأينا من المصلحة أن نقدم الخطبة على الصلاة، من أجل أن الناس يستمعون يعني يستمعون الخطبة في انتظار الصلاة، وأنهم إذا صلى من قبل فإنهم يقومون ويخرجون دون أن يسمعوا الخطبة. فقدم الخطبة على الصلاة من أجل هذا الغرض، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، وهذا الواجب. وأبو سعيد رضي الله عنه لم يخرج أو لم يترك موافق، لم يخالفه، بل صلى، بل جلس وصلى. فدل هذا العمل على أن
أن العالم إذا يعني إذا لم يوافقه الوالي على ما هو أولى فإنه يعني يصلي معه ولا يترك ذلك وإن كان الأولى خلافه. ويدل على أنه ليس من شروط صلاة العيد أن يتقدمها أن تكون الصلاة متقدمة والخطبة يعني متأخرة، بل يعني ما حصل من أبي سعيد مع مروان من موافقته والجلوس معه والصلاة معه ولو حصل التقدم يدل على أن هذا ليس من شرط وأنه خلاف الأولى، وأن العالم إذا لم يحصل فعل ما هو أولى فإنه يوافق ولا يخالف يعني بفعل غيره يعني أولى بفعل غيره أولى منه، لأن أبا سعيد رضي الله عنه وافق وبقي ولم يعني يترك الصلاة معه وأنه فعل أمرا يعني لا يجوز خلافه، فدل هذا على أن هذا خلاف الأولى وأن الصلاة تصح لو حصلت بذلك، لكن الأولى هو اتباع السنة وتقديم ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخير ما أخره الرسول عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس ينصرف يعني هو في مكانه، في مكانه الذي صلى فيه قام وقف مستقبل الناس. نعم. والناس جلوس على صفوفهم، يعني هم باقون على صفوفهم التي صلوا يعني التي صفوف الصلاة التي هم عليها باقون عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم استقبلهم يستمعون خطبته صلى الله عليه وسلم. نعم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، يعني أن هذا من موضوع الخطبة، أن فيها موعظة وفيها وصية وفيها أمر ونهي، أمر ونهي وبيان للأحكام الشرعية، فهي مشتملة على ما يرقق القلوب وما يعني فيه يوصيهم به ويحثهم عليه ويرغبهم فيه، وكذلك ما يأمرهم به وينهاهم عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، يعني بحيث يعلن للناس أنه يعني يبعث بعثا وهو قطعة من الجيش يذهبون إلى جهة معينة، أو يريد أن يأمرهم بشيء يعني يبلغهم إياه على أن يعملوا به، فإنه يفعل ذلك في هذا المكان وفي هذا الموقف. نعم. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة. وهو أمير المدينة، يعني هو أمير المدينة في لأنه يعني بعد في عهد معاوية ثم بعهد ابنه يزيد ثم هو جاء بعده في الإمارة التي هو مروان، فإذا إمارته المدينة كانت يعني في المدة التي في ولاية في 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 ولاية معاوية. نعم. في قال: خرجت مع مروان وهو من المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. نعم، يعني مروان وكان يمشي هو إياه، فمروان أراد أن يرتقيه للخطبة قبل أن يصلي فجبذه، يعني ظن أنه ناسي أو أنه كذا، فكان عامدا وكان قاصدا لذلك، لأنه يريد أن الناس يستمعون الخطبة لأنهم ينتظرون الصلاة، فيريد أن يستمع الخطبة إذا قدمها، وأنه إذا صلاها قبل فإنه يترتب على ذلك أنهم يخرجون ولا يسمعون الخطبة. قال: فجبذت بثوبه فجبذني. جبذه يعني لم يوافقه على ما أراده من كونه لا يصعد المنبر وأنه يصلي قبل أن يخطب، فصعد وخطب الناس. نعم. فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. يعني ما أعلم الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
هو تقديم الصلاة على الخطبة خير مما لا أعلم الذي هو تقديم الخطبة على الصلاة الذي هو تقديم الخطبة على الصلاة لأنه لا يعلم هذا في الشرع وإنما الذي يعلمه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة على الخطبة وهذا هو خير وهذا الذي يعلمه خير مما لا يعلمه الذي هو تقديم الخطبة على الصلاة. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة يعني بين السبب الذي من أجله قدم الخطبة حتى يسمعها الناس حتى يسمعها الناس. ترجمة الخروج إلى المصلى بغير منبر الخروج من المصلى بغير منبر يكون فيه يعني بأن يكون مبنيا أو يكون محمولا يعني بأنه لا يوجد منبر يعني في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده لا يخطبون على منابر في المصلى وإنما يعني يصلون يخطبون قياما كالهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حكاها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم انتهى. وقد جاء في يعني بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه يعني خطب على منبر وقيل في تعليل ذلك أنه أراد أن الناس يجتمعون لأنه لو قدمت لأنه بتقديم الصلاة بتقديم الصلاة تفوت الناس وهي المطلوبة بالأساس فقيل في التعليل أو جاء في التعليل الذي ذكر عن عثمان أنه أراد شيئا آخر وأراد أمرا يعني حسنا يتعلق بأمر الدين وهو أنهم يدركون الصلاة وأنه أنهم يدركون الصلاة لكن معلوم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني الاستمرار عليه والبقاء عليه والمداومة عليه هو الأولى كما قال ذلك أبو سعيد أن ما يعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى مما لا يعلمه. قال رحمه قال حدثنا سعيد وقيل فيما نسب عن عثمان أنه لم يكن مستمرا عليه وإنما هو يعني في بعض الأحيان. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. نعم. عن محمد بن جعفر. نعم. عن زيد بن أسلم. عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. مر في الاستسقاء أنه أمر في حديث عائشة فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. من هو؟ جاء في حديث عائشة مر في الاستسقاء. إيه الذي أمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر؟ فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. فهل هناك فرق بين صلاة العيد والاستسقاء في هذا؟ قضية كون العيد يعني صار على هذه الهيئة والاستسقاء يعني على هذه الطريقة يعني لأن يعني قد يكون المقصود أن المستسقاء أنه يعني شيء يعني يطرأ شيء طارئ وأما هذا شيء ثابت ومستقر الذي هو صلاة العيد لأن الناس يصلون في سنة عيدين وأما الاستسقاء فإنه ليس شيء ثابتا وإنما هو شيء طارئ عندما يحتاج الناس إلى 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 طلب السقيا وعند حصول الجذب قد يكون يعني أن هذا من الفرق بينهما وهذا الإسناد قال الحافظ أنه مدنيون ولكن شيخ البخاري ليس مدنيا وإنما هو مصري وإنما هو مصري فإذا الإسناد كله مدنيون إلا سعيد بن أبي مريم الذي هو شيخه فإنه مصري. ذكر حافظ بن حجر في الشرح قال فرأى أي معاوية رضي الله عنه أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها. يعني هذا الذي يعني تعليل الذي فعله عثمان وكان هذا لمصلحة يعني للناس هو مصلحة للناس في أن يدركوا الصلاة. جاءت أكثر الأسئلة عن قضية الإنكار المنكر يعني على ولي الأمر علانية يعني الشيء الذي حصل ويعني وقع
يعني كونه نبهه على ذلك وأرشده إليه، وكون الناس يعلمون السنة التي يعني هذا الذي حصل خلافها، فإن هذا يعني من إعلام الناس ومن النصح يعني للوالي هذا وغيره من الناس يعلمون أن هذا هو الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق بصلاة العيدين، وأنها تكون قبل الصلاة، تكون البداية بالصلاة ثم يكون بعد ذلك الخطبة، ثم يكون بعد ذلك الخطبة. كان يصلي ولكن الترجمة شيخنا ترجمة أولا: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. يعني هذا يعني شوف الكلام حافظ فيه وش قال فيه. يقول في هذه الترجمة: ثلاث أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها. فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجاب الزين ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما، وألا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي. ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا. وفي ابن ماجه عن سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. وفيه عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف. وقال الشافعي في الأم: بلغنا عن الزهري قال: ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط. ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال. والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما، أشار إلى ذلك ابن المرابط. وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب الذي في تقديم صلاة الخطبة. نعم. وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، واختلف في أول من غير ذلك. فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم في الباب قبله، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة. لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض: ومن تبعه لا يصح عنه. وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر. فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح. وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. ف
فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم. وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه. وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما بدون إذن وإقامة. نعم، ترك النداء فيها. فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان، وكذا أحد طريقي جابر. وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده. والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرها. أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة. وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لابن الزبير لا تؤذن لها ولا تقم. خرجه ابن أبي شيبة عنه. ولأبي داود من طريق طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، إسناده صحيح. وفي الحديث عن جابر بن سمر عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في الأوسط. وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة. واستدل بقول جابر ولا إقامة ولا شيء على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام. لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس. علق عليه الشيخ. نعم القياس ما له وجه. لا لكن قال مرسل، قال مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. لعل المقصود يعني بأن العيد لا يكون لها أذان ولا إقامة لأنها معلومة، لأن العيد يعني يثبت يعني في الليل ويعرف في الليل أن غدا العيد، ولهذا لا يحتاج أن يقال الصلاة جامعة ولا يقال يعني ينادى لها، لأن الناس سيخرجون بخلاف الأشياء التي يعني تطرأ مثل الكسوف، فإنه يقال الصلاة جامعة الناس ما يدرون عن الكسوف إلا إذا أعلن وإذا يعني نودي به، يعني قيل الصلاة جامعة. أما صلاة العيد فإن العيد معروف وأنه ثبت قبل ذلك. أما بالنسبة للحجة فإنه يبدأ أو يعرف من أول الشهر أو من أثنائه، وأما بالنسبة لصلاة العيد فإنه بثبوت انتهاء شهر رمضان ودخول شوال، فإن غدا العيد فلا يحتاج الناس إلى أن يؤذن وأن ينادى، وقد علموا بأن اليوم عيد وأنهم سيخرجون وأن مطلوب منهم الخروج للصلاة. نعم. متن؟ نعم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وش بعده؟ في شيء في الباب؟ ها؟ في شيء في الباب بعده؟ أين؟ نعم. قال حدثنا إبراهيم المنذر
إسناد الحديث الأول. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. ونستمر. قال الحديث اللي بعده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يومئذ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. أعد الأول. بابه باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. هذه الترجمة فيها يعني بيان أن صلاة العيد يذهب إليها ماشيا أو راكبا، وأنه لا ليس لها أذان ولا إقامة، يعني فليس يعني هناك شيء يدل على تمييز المشي والركوب بعضهما على بعض، وأن الإنسان له أن يأتي راكبا وله أن يأتي ماشيا. وأما بالنسبة للأذان والإقامة فإنه لا ينادى لها، لا يعني لا ينادى لصلاة العيد لا بأذان يعني يكون سابقا لإقامتها ولا إقامة عند القيام إليها، ولا إقامة يعني عند القيام إليها. وأورد هذه الأحاديث التي فيها يعني ذكر تقديم الصلاة على الخطبة، وأن يعني وليس فيها تنصيص على ذكر الأذان والإقامة، وإنما فيها بيان أنه صلى ثم خطب، ومعنى ذلك يفهم منه أنه ما حصل نداء وأذان وإقامة. والأحاديث التي بعد ذلك جاء فيها ما يبين أن التنصيص على أنه لم يحصل أذان ولا إقامة. أقرأ الحديث الأول. الأول عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. نعم، يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد أن يقدم الصلاة على الخطبة، وليس فيه ذكر المشي أو المجيء راكب، وإنما يعني أنه مفهوم أن الأصل هو أن هذا سائق وهذا سائق حتى يأتي شيء يميز بينهما أو يفضل هذا على هذا. وثاني حديث جابر قال خرج صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هو هذا مثله. ثم قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له. يقول بويع له. نعم. بويع له على مكة. نعم، في مكة طبعا. أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. نعم، وهذا فيه التنصيص على أنه لم يكن يؤذن أي في عهده صلى الله عليه وسلم يعني لصلاة العيد، وإنما يصلي ثم يخطب، يعني وليس فيه نداء. نعم. وعن جابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. نعم، وهذا حكم رب، لأنه إضافته يعني إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما بعده. وعن جابر قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. يعني كأنه لما خطب الرجال والنساء متأخرات، وأنه قد ظن أنه لم يبلغهن وأنهن لم يمسن الخطبة، فإنه ذهب متوكئا على يد بلال، يعني ذاهبا إلى النساء، ثم إنه لما وصل إليهن خطبهن وذكرهن وبين لهن يعني بعض الأحكام التي هن بحاجة إليها، فقال فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث قال
يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فجعل النساء يلقين يعني من خواتيمهن وأقراطهن يعني ويضعنه في ثوب بلال مبادرة إلى الصدقة, مبادرة إلى الصدقة وإلى التنفيذ ما يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان يعني ما فيه السلامة من النار وأن الصدقة فيها السلامة من النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بالصدقة بشق تمرة الذي هو نصف تمرة يعني ولو كان قليلا. فبين عليه الصلاة والسلام يعني فحث النساء على الصدقة وأن هذا من أسباب السلامة من النار وأن هذا من أسباب السلامة من النار التي يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النساء أو أخبر أن أكثر أهل النار النساء. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. يعني أن هذه سنة وأنه يسوغ لكن بعد وجود الذي يعني يغني عن ذلك في هذا الزمان ووجود المكبرات التي تصل لداخل المسجد وخارج المسجد وكل يسمعها, وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني ظن أنه لم يسمعهن فذهب إليهن, فإن يعني وجود مثل هذه الوسائل تغني عن هذا الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه رأى أو ظن أنه لم يسمع النساء. نعم. هذا الأول. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن أنس أنس بن عياض. نعم. المدني عن عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري عن نافع عن. نعم. عبد الله بن عمر. نعم. السند الثاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن هشام. نعم. عن ابن جريج هشام ابن يوسف الصنعاني. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء. نعم. عن جابر. نعم. ابن أبي رباح. نعم. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له. بعدين. قال وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر قال وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. ثم ذكر الخطبة بعد الصلاة وبين يعني في هذا الحديث أنه قال شهد الصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد بكر وعمر وعثمان فكانوا يقدمون أو يؤخرون. كانوا يصلون قبل الخطبة. نعم كانوا يصلون قبل الخطبة كانوا يصلون قبل الخطبة فدل هذا على أن الخطبة محلها بعد الصلاة, وهذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون, وكذلك يعني بعد ذلك إلا ما ذكر يعني في بعض يعني المتقدمة من ناحية تقديم الخطبة على الصلاة. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي على الأسانيد عند البخاري لأن من رواتها أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد ولقبه النبيل وهو مشهور بكنيته أبو عاصم. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن الحسن بن مسلم بن يناق. نعم. عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. عن ابن عمر. نعم. كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن أبي أسامة يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهذا من صغار شيوخ البخاري
الذين يعني الذين تأخرت يعني الذين يعني الذين وفاتهم الذين وفاتهم قريبين من وفاته، لأن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومثله محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، وهم جميعا من شيوخه ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهما من شيوخه. فهؤلاء ثلاثة من شيوخه ماتوا في سنة واحدة. وشيوخ أصحاب الكتب الستة الذين يعني رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة هم تسعة، يعني هم هؤلاء الثلاثة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى ومحمد البشار الذين ماتوا في سنة واحدة، ومنهم عمرو بن علي الفلاس وأبو سعيد الأشج ونصر بن علي الجهضمي وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن العلاء أبو كريب والتاسع محمد بن معمر محمد بن معمر البحراني محمد بن معمر البحراني نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث أنه قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين يعني في صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، ليس لها سنة، ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فدل هذا على أنه لا سنة لها، لا سنة تتعلق بـ 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 يعني بالعيدين. نعم. وش بعده؟ ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. كيف قال في تفسيره؟ قيل إنه الخرص، قيل إنه القرط. الخرص الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة. القرط يعني اللي يعلق بالأذن، والسحاب هو قلادة تكون من يعني أشياء ليست ذهب ولا فضة، يعني من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين، يعني السخب والصخب. بعده قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة الحجاج عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبير قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به الصلاة، إن أول ما نبدأ به الصلاة يعني صلاة العيد، ثم بعدها الخطبة، ثم ينحرون يعني الأضاحي، ينحرون الأضاحي يعني بعد الصلاة. وقد مر هذا الحديث من طرق، وفيها أن رجلا يعني ذبح أضحيته قبل الصلاة لأن اللحم يشتهى، وأنه حرص أن يعني يستفيد ويستفيد غيره من أضحيته بحيث يكون
يسبق غيره في الاستفادة منها، لأن الناس يشتهون اللحم في ذلك اليوم. فلما كان عمله هذا اتيانا بالأضحية قبل وقتها فإنها لا تعتبر أضحية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنها لا تجزي، وأنها يعني أنها إنما هي شيء للأكل وليس من النسك في شيء، يعني ليست نسكا لأنها لم تكن في وقتها وإنما كانت قبل وقتها. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن عنده عناق، يعني إنها جذعة وهي خير من مسنة، يعني جذعة لها 6 أشهر والمسنة من يعني هي التي لها سنة، المسنة التي لها سنة. فسأله أن يأتي بها بدلا من تلك الذبيحة التي لم تعتبر أضحية، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها لن توفي عن أحد بعدك، يعني أن هذا حكم يخصه ولا يعمله يفعله غيره بعده، لأنه لما حصل منه ما حصل وأراد أن يعوض عن ذلك الشيء الذي وكأنه ليس عنده شيء يعني مما يعني يعتبر سنه مجزئا، واستأذنه في هذا الذي لا يجزئ فقال إنها تجزي عنك أو تكفي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، أي إنه حكم خاص به لا يقاس عليه غيره. نعم. أكمل الحديث. عن البراء قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك. فإنما هو لحم، في بعض الروايات قال شاتك شات لحم، يعني من الأشياء التي تذبح في كل وقت للحم والأكل، ولا علاقة لها بالنسك، لا علاقة لها بالأضحية، لا علاقة بالأضحية التي هي سنة وأنها مشروعة وأنها تفعل في وقتها. هذه الذبيحة التي كانت قبل الوقت إنما هي للأكل وللحم وليست من النسك في شيء، لأنها ما وقعت في وقت النسك. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو وردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وهذا حديث سبق أن مر وذكرنا أن يعني أنه يستدل ببعض العلماء على أن العمل إذا كان غير موافقا للسنة فإنه لا يعتبر، ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأنه مع حسن القصد لا بد من موافقة السنة، فلا يسوغ لأحد أن يعني يأتي إلى شيء ليس له أصل وليس يعني مبنيا على سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله ويقول أنه قصد طيب وأنا ما أريد إلا الخير. مثل هذا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قيل له إن أناسا متحلقين في المسجد وأن معهم يعني فيهم رجل وبأيديهم حصى، فيقول يعني أحدهم: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ثم يكبرون ويسبحون، عندما يقول سبحوا يعدون 100: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويعدون بالحصى، وإذا فرق قال كبروا 100: الله أكبر الله أكبر، وإذا خلص قال هللوا 100: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وقال له: ما هذا ما هذا؟ إنما إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، يعني إما ذي وإما النائية، يعني إما أن تكونوا خير من الصحابة، الصحابة ما فعلوا هذا وأنتم فعلتم، إما أنكم خير منهم أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. فهموا أنه أن الأولى يعني لا مجال فيها ولا يمكن أن يكونوا خير من الصحابة، فبقي الثانية التي هي أنهم افتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، حصل نعده في التسبيح، حصل نعده في السبيح، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدل على أن العمل إذا كان موافقا غير موافق للسنة ف
فإنه لا عبرة به ولو كان قصد صاحبه حسنا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. ثم قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، يعني في صلاة العيد والذهاب لصلاة العيد، وأن الناس يذهبون إلى الصلاة ومعهم سلاح، وكذلك في الحرم يعني لا يحمل فيه السلاح، وذلك أن يعني حمله يعني فيه إخافة، وفيه أيضا قد يحصل يعني به يعني أنه يمس أحدا، فيعني وإن كان غير مقصود، ويترتب على ذلك يعني الإساءة إليه بإخراج دمه وإن كان ذلك غير مقصود. قال باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال أنس قال الحسن وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. نعم، نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد من أجل العيد والذهاب العيد إلا أن يخافوا عدوا، يعني يكونون على استعداد، يكونون على استعداد للدفاع عن أنفسهم وللدفاع عن أنفسهم. نعم. ثم ذكر قال عن يقول سعيد بن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. نعم، أصابه سنان الرمح يعني حده في أخمص قدمه، يعني في أسفل قدمه، وقيل إنه الأسفل وقيل إنه المكان الذي يعني يكون مرتفعا من القدم ولا يصل إلى الأرض عندما يمشي، الذي يعني يكون إلى جانبي أو إلى الداخل، يعني لأنه مكان مرتفع عن سمت بقية القدم، فلا تصل إلى الأرض، يعني ويكون في الغالب يعني رقيقا، لأنه ما يعني ما يوطأ عليه ولا يصل إلى الأرض حتى يتغير، يعني يحصل فيها غلظ الرجل بسبب المشي عليها. فإن هذا المكان أصابه سنان يعني طرف يعني رمح، فيعني وكان راكبا. قال إيش وكان راكبا؟ يقول: أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه فلزقت قدمه بالركاب. نعم، الركاب الذي هو محل الذي كان إذا كان راكبا والذي تكون عليه رجله، يعني رجلي الراكب عندما يكون راكبا، فإن الركاب الذي يعني تكون عليه رجله هو في مقدم الرحل. نعم، يعني كان أصابتها من سفل ولا من علو؟ لا، من أسفل، يعني الإصابة من السفل. نعم، بالأخمص. فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج يعني كان يعني كان أميرا على الحج، وكان عبد الملك مروان أمره بأن يعني يسير وفقا لما يقوله له عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما يفتيه به، فزاره الحجاج أو كان يزوره الحجاج، يعني بعد أن حصل له هذا التأثر من السنان الذي أصاب أخمص رجله. قال إيش؟ فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: كلمة لو نعلم من أصابك يعني يحتمل أن تكون يعني يحتمل أن تكون يعني لها جواب، وهي لفعلنا به كذا وكذا،
لو نعلم لفعلنا أدبناه وعاقبناه بكذا وكذا، أو تكون للتمني لو أننا عرفنا يعني هذا الذي أذاك من أجل أن يعني نعامله بما يستحق. فيعني والأقرب أنها يعني أنها ليست للتمني، وإنما هو الإخبار أن لو عرفنا لعاقبنا. نعم. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. فقال أنت أصبتني يعني لأنه هو المتسبب، وإن كان الذي باشره غيره، وهذا يدل على أن الحكم أو على أنه يضاف إلى المتسبب كما يضاف إلى المباشر، لأن المباشر الذي هو غير الحجاج، والحجاج هو الذي يعني كان سببا في ذلك، وهو حمل السلاح، وهو حمل السلاح أو الأمر بحمل السلاح، ف يعني أضيف إلى كما يضاف إلى المباشر قد يضاف إلى المتسبب، فإنه كما يضاف إلى المباشر الذي كان بيده السلاح والذي حصل فيه بسببه إصابة ابن عمر، أو الذي حمل السلاح أو أمر بحمل السلاح، أو أن الناس يحملونه بناء على أمره وعلى يعني رغبته. قال أنت أصبتني يعني هذا من إضافة الشيء أو الأمر إلى المتسبب كما أنه يضاف إلى المباشر. نعم. قال حدثنا هذا آخر. وقال نعم قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم. قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين عن المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن سوقة. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال كيف هو؟ فقال صالح. دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. الإسناد إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. انتهى. نعم. نعم. قال قال دخل إيش؟ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال دخل الحجاج على ابن عمر. لا، الذي يروي عن أبيه من هو؟ إسحاق. نعم؟ إسحاق بن سعيد. يروي عن سعيد. نعم. نعم. سعيد بن عمرو. ابن سعيد بن العاص. نعم. سعيد بن عمرو كان عند ابن عمر فدخل عليه الحجاج وقال كيف هو؟ قال صالح. قال من أمر من أصابك؟ نعم. من أصابك؟ نعم. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. يعني هذا يعني مثل الذي قبله، لأنه قال هناك أنت، وهنا قال من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. فأضاف الأمر إليه أو الحكم الفعل إليه لكونه المتسبب، وإن لم يكن مباشرا مثل كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب. نعم. عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التبكير إلى العيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول من لم يدرك جماعة العيد وحضر وقت الخطبة هل له أن يصلي ركعتي العيد؟ من إيش؟ من فاتته الصلاة وحضر وقت الخطبة هل له أن يصلي ركعتي العيد؟ لا أدري.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد، وقبل خطبة العيد تعطل مكبر الصوت ولم أذهب إلى جهة النساء، فهل فعلي هذا صحيح أم كان يجب علي أن أذهب لهن؟ لا يجب عليه، لأن حتى نفس يعني الرجال يمكنهما يعني ليس كلهم يعني حصل لهما حصل للنساء من عدم السماع، يعني الذي حصل هو كونه لم يسمع النساء، وقد يسمع من بعض الرجال الذين هم موجودين معه. هل للمصلى أحكام المسجد؟ وهل في اعتزال الحيض المصلى دليل على ذلك؟ نعم له حكمه، أقول له حكمه من ناحية أنه يعني يحافظ عليه يعني عن يعني شيء يدنسه أو يقذره أو كذلك يعني لحصول لئلا يحصل له ما يحصل، فهو حكمه حكم مسجد من ناحية طهارته وتنظيفه، لكنه كما هو معلوم يعني قد يكون المصلى غير مسور، وقد يعني فلا يكون حكمه حكم مسجد، بمعنى أن أنه يعني أن الناس الإنسان يأتي وإذا دخله يعني يصلي فيه، وكذلك لو كان مسورا فإنه أيضا ليس للإنسان أن يصلي فيه، لا يعني لأنه لا سنة قبل العيد ولا بعده، كما مر بنا الحديث ولم يصلي قبلها ولا بعدها. في مسألة بعدها جاء حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما رجع إلى البيت، حسنه الشيخ الألباني. لا بس الكلام على مكانها، على صلى في مكانها. يقول: نحن في اليمن عندنا يلبسون الجنابي الجنبية، هل هذا داخل في النهي عن حمل السلاح؟ الذي ينبغي يعني عدم حصول ذلك يعني في الأشياء التي جاء أنها لا تحمل فيها، وأما إذا كان الإنسان يحملها يعني من أجل الدفاع عن نفسه والخوف الذي يحصل له، مثل ما جاء مرة في الحديث قال الحسن في الحديث الذي مر أنه عمل السلاح إلا أن يخاف عدوا. هل فإذا كان ما هناك خوف عدو فالذي ينبغي أن لا يفعل. هل حكم المتسبب له حكم المباشر قاعدة عامة في الخير والشر؟ أعيد السؤال. المتسبب له حكم المباشر، هل هذه قاعدة عامة والله في الخير والشر؟ أقول لا شك أن الإنسان إذا تسبب يعني في خير أو دل عليه وغيره باشر ونفذ فإن هذا مأجور وهذا مأجور، وكذلك عكسه يعني الذي هو في باب الشر فإن الذي تسبب يعني مؤاخذ، وكذلك هذا غير مؤاخذ، إلا إذا كان قد يكون المتسبب يعني يكون سليما من التبعة، فيما لو أن إنسان حفر حفرة ويعني جاء إنسان ودفع إنسانا فيها، فإن المتسبب لا دخل له في هذا الأمر المنكر، في هذا الأمر المنكر الذي حصل زجه أو رميه في هذه الحفرة، فإن المباشر هو الذي عليه التبعة. ولكن إذا كان المتسبب يعني حفر مكانا في مكان يرتاده الناس أو في طريق الناس ثم وقع أحد، فإنه يكون مؤاخذ اللي هو متسبب، ما دام هناك ليس هناك دفع، يعني إذا وجد دفع فيها فالدافع المباشر هذا هو الذي يؤاخذ. وأما إذا كان لم يحصل دفع من مباشر وإنما حصل حفرة في مكان وجاء إنسان وسقط فيها، فإنه يكون مسؤولا في تسببه. يقول: أحسن الله إليكم، توفيت طفلة لأبوين مسلمين في بريطانيا عن 3 سنين، وحيث إن الوفاة كانت فجأة لا عن مرض ولا حادث، فقد أخذت السلطات المحلية مخ الطفلة
للمختبر للفحص عن سبب الوفاة، وقالوا بأنه سيبقى عنده قرابة 5 أشهر. السؤال: والد الطفل الآن يسأل، هل له أن يدفن الطفلة وإذا فرغ من فحص المخ دفنوه، أم ينتظر إلى حين تسلم المخ ليدفنوه مع الجسد؟ لا أدري. يقول: هل لصلاة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ لا، يعني جاء يعني عن بعض العلماء حكاية الإجماع على خطبتين، ومما يدل على أن لها خطبتين، على أن لها خطبتين، أنه إذا وفق عيد يوم جمعة فإنها تجزي الجمعة العيد عن الجمعة، وهذا يدل على أن والجمعة لها خطبتان، فهذه أيضا يكون لها خطبتان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.